السلام عليكم صحباتي وخواتاتي والميمات الحبيبات الغاليين على قلبي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى يلقاكم الفيديو وتكونوا دائما في اتم الصحه والعافيه. ومرحبا بكم في قناتكم وقناه اختكم هدى، مرحبا بكم والف مرحبا. ولا كنتوا لاول مره كتزوروا القناه، ما تنسوش تشتركوا وتضغطوا على زر الجرس باش دائما تبقوا توصلوا بالجديد. وما تنسونيش البنات من لايك، وشكرا لكم بزاف على التعليقات ديالكم وعلى الاراء ديالكم اللي دائما كنديرها بعين الاعتبار. شكرا لكم، دائما كتحفزوني وكتعطوني الطاقه الايجابيه نبقى دائما نشارك معكم الجديد وكذلك الاثمنه المناسبه. وان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشارك معكم اخر ما كاين في الجلالب، لانه فعلا كيوصلوني بزاف ديال الميساجات بحال هكا على اشنو اللي متوفر دابا حاليا في الجلالب واشنو الجديد. كيف ما عارفيني دائما كنبغي نجي ونجيب لكم معايا شي حاجه جديده اللي عمرني ما شاركتها معكم. وان شاء الله في هذا الفيديو كاين بزاف ديال الموديلات اللي جداد ومعمري يعني شاركتهم معكم في شي فيديو وبغيت نشاركهم معكم. غادي نبداو ان شاء الله باول موديل هو هذا. بالنسبه لهذا الموديل هذه جلابه توب سخون ديال البرد، فيها متوفره في الوان رائعه وخدمه انيقه ومتقونه كيف ديما وكيف ما معودكم دائما. القياسات اللي فيها، فيها ال اكس ال دوبل اكس ال 3 اكس ال. والثمن ديال هاد الجلابه هذه البنات كتبقى ب 260 درهم، وفيها شوشات بحال هكا كيف كتلاحظوا، يعني ثلاثه ديال الشوشات تقريبا يعني اللي لاصقين بحال هكا ديال القدام، كتجي سامبل وفي نفس الوقت زوينه لان الثوب مزوق. من الاحسن تكون سامبل باش كتعطي واحد المنظر اللي كيجي زوين وكتجي راقيه في اللبسه. ولا عجبكم اي موديل من هاد الموديلات ما عليكم الا تسيكرانيو الموديل اللي عجبكم وتصيفطوه ليا في الواتساب في هاد النوامر يعني اللي حاطه لكم في نمره وحده. البنات ضروره البنات اللي بغيتوا تدفعوا الكوموند دفعوه لبنت وحده، لان هاد النمره كل نمره ديال بنت، ما تدفعوش ليهم كاملين نفس الكوموند، لان في الاخر انا اللي كنتوصل بالكوموند. ولا كان الا كانوا بجوج مثلا، الا كانوا بجوجهم مثلا غير جوج ديال البنات خدموا معك بوحديتك، نفس الكوموند غادي يرسلوه ليا وكنلقاو مشاكل من بعد. زعما ما كنعرفوش بالضبط يعني داك الكوموند لمن غادي تحسب ولمن غادي يكون. كنتمنى البنات حتى نتوما تعاونوني بهذه، يعني تواصلوا او تدفعوا الكوموند ديالكم لنمره وحده فقط. وبالنسبه للمتتبعات اللي كان سبق لكم يعني وراسلي ليا في هاد النمره اللي غادي نذكر لكم دابا 07 07 39 61 01، هاد النمره هذا البنات كانت قديمه، هي النمره اللي كتكون حط لكم شحال هادي ديالي انايا، ولكن في الاخر من اللي ما بقيتش كنسالي يعني دخلت معايا بنات. كيف كتلاحظوا يعني النوامر متغيرين، وباش دغيا نتوصلوا بالكوموند ديالك وما نتعطلوش عليك، يعني دغيا تعطيه بحال هكا البنات راه دغيا كيعطوني يعني الكوموند، كنجيبوا لك الكوموند ديالك وكنرسلوها لك. الا كنتي داخل الدار بيضاء راه كنرسلوها لك مع الليفرور، الثمن ديال الليفرور 25 درهم. الا كنتي خارج الدار بيضاء راه كنرسلها لك عبر الامانه، الثمن ديال الامانه 50 درهم. كنتمنى نكون البنات وضحت لكم كل شيء. وكيف قلت لكم يعني حاجه اخرى ثاني بالنسبه اللي راسل ليا كوموند في هذه المره اللي غنذكر لكم دابا 07 07 39 61 01، عاودوا البنات خذوا الكوموند ديالكم من هذيك النمره ورسلوها لوحده في البنات، يعني في هذه النمره هذه الوحده فيهم عاودوا رسلوا ليها البنات هذاك الكوموند اللي كنتو راسل ليا قبل، لان صراحه ما كيبقاش عندي الوقت والله القسم باش يعني نجاوب هذوك الميساجات. انا كنت شحال هذه ما بقيتش حطيت النمره ديالي، ولكن يمكن كتلقاوها في الفيديوهات يعني اللي شويه قدام هما اللي كتلقاو فيهم النمره ديالي، وهادشي باش كترسلوا ليا يعني تمايا الموديلات اللي بغيتو ولا اي حاجه بغيتوها. فانا كنقول لكم البنات عاودوا خذوا الكوموند ديالكم من هذيك النمره ورسلوهم في هاد وحده يعني في هاد النوامر هذا، راه هاد البنات كاملين كيستقبلوا البنات يعني الميساجات في الواتساب، اما المكالمه لا، يعني تواصلوا معاهم في الواتساب غادي تسيكراني والموديل اللي عجبكم غادي تصيفطوه ليهم معاه الطاي معاه الثمن ديالو يعني اللي كتسمعوه بالضبط في الفيديو، لان جميع المعلومات كنعطيهم لكم في الفيديو يكون معاه اين بلاصه. الا كنتو خارج كازا غادي تصيفطوا ليهم المدينه، المهم جميع المعلومات بحال هكايا صافو. وكذلك حتى الثمن كيف قلت لكم، ولا كنتو داخل كازا نفس الشكل غادي تصيفطوا ليهم الكوموند ديال مثلا الموديل ديالكم معاه الطاي معاه الثمن معاه اين بلاصه بالضبط في كازا. وهذا الشيء اللي كاين البنات. غادي ندوزو لهذا القفطان، هذا قفطان بالحزام توب مبره مزيانه في صاله كلوش مطروس في الصدر،
ومخدوم بالسفيفه في الكمام، خدمه متقونه ديال المعلم. القياسات اللي فيه الاكس ال ودوبل اكس ال. الثمن ديال هذا القفطان هذا ب 250 درهم. هنا البنات الثمن اللي مناسب ورائع البنات، هذا القفطان كيجي راقي في اللبسه. الا بغيتوه مرحبا بكم والف مرحبا، ومازال ان شاء الله غادي نشارك معكم القفطان اللي بالبلغه اللي كنسبق لي وكتبتوها لي يعني في التعليقات، كنت شاركته معكم يعني ملي شاركت معكم الفلوق او الروتين، ويعني وخديت واحد وصورته لكم وشاركته معكم وكان عجبكم، كنت كتبتوها لي في التعليقات. فهادشي علاش ان شاء الله ملي غادي يعاود يدخل، لان دابا حاليا ما بقاش هذاك الموديل، ولكن ملي غادي تعاود يعني تخدم وغيدخل كون ولا اكيد غادي نشاركهم معكم. صراحه البنات ما بقيتش كنبغي نبقى غير كنهضر فحال هكا، لا كانوا زعما الالوان ديال الموديل كنكون يعني صافي هضرت عليه، كنبغي نخليه صامت باش فحال هكا ما نصدعكمش. وسمحوا لي بزاف البنات الا كنت كنصدعكم يعني بالصوت ديالي، ولكن غير كنبغي نشرح لكم كتار وكتار باش تكونوا يعني تكون عندكم فكره، لا بالنسبه للموديل لا اسم الثوب لا واش فيه لي طاي ولا لا الثمن ديالو، يعني كنبغي جميع المعلومات نحطهم لكم في الفيديو حتى نتوما تكون عندكم فكره على الموديل كيف داير بالالوان ديالو كاملين. ولا كان عندكم اي سؤال يعني على اي حاجه البنات ما عليكم الا تواصلوا معايا يعني بحال هكا، كتبوها لي في التعليقات ومرحبا، دائما تعليقاتكم كنديرها بعين الاعتبار ودائما كنبغي نخدم عليها. وبالنسبه للمتتبعات اللي خارج المغرب كونوا لا اكيد ان شاء الله عما قريب غادي نرسل لكم، غير يعني الا بغيتو غير بداو حطوا لي لي كومون ديالكم بحال هكا عند البنات، وان شاء الله نرسل لكم اي حاجه بغيتوها. غادي ندوزو ان شاء الله لهاد الجلابه، هذه جلابه توب تان مخدومه بالتراسان حرير وبالهدب من التحت. الشكل ديالها كيجي رومي وكتجي راقيه في اللبسه وكتجي ما خفيفه ما عامره، يعني هلا جلابه سامبل وفيها هذوك الجياب يعني بهذا الشكل هذا مطروزين. كيف قلت لكم البنات مطروزه في الجياب، يعني جلابه سامبل وفي الجياب هما اللي فيهم الطرزه، وجا فيها داك الهدف بحال هكا من التحت. موديل جديد وانيق في نفس الوقت وكيجي راقي في اللبسه. بالنسبه لي طاي ستوندار، جلابه فصاله مخزانيه، اغلبيه جلالب الفصاله المخزانيه كيكونوا طاي ستوندار الا القليل، يعني كتكون قليله بحال هكا لا كانوا فيها لي طاي. الثمن ديالها ب 275 درهم. كنحاول نشارك معكم الجديد اللي متوفر دابا حاليا. كتجي رائعة البنات كيف كتلاحظوا، جات مع لي بوط يعني في الاسود جات معاه زوينه صراحه، الالوان ديالها كاملين زوينين. ضروري البنات ما يكون اللون اللي كتعشقوا اللي كيعجبكم كاين في الجلالب. كيف كتلاحظوا يعني تبارك الله ما شاء الله كل موديل فيه الوان مختلفه وكثيره، زعما ضروري اللون ديالكم اللي كتعشقوه وكتبغوه ضروري ان شاء الله ما غادي تلقوه.
غادي ندوزو لهاد الموديل الرائع اللي يلاه خرج البنات مازال جديد وبثمن جد جد مناسب، متأكدة غادي ينال الإعجاب ديالكم. بالنسبة لهاد الجلابة، هادي جلابة مخزانية بالتخراج، يعني الموديل اللي خارج دابا البنات ودارج على الموضة. هاد التشباك يعني أو التخراج، وفيه تشنيف في الكمام والتحت، ومخدومة بالزفيفة والعقاد، العقاد البنات ديال المعلم، توب اللي مصوبين فيه يعني هاد الجلابة، هادي توب دان، وفصالة زوينة البنات كيف كتلاحظوا، وخدمة متقونة يعني ماشي سواقية. وهاد الصور هادو اللي كنشارك معاكم صور مباشرة، يعني ما كاينش خوف بصفة نهائية، ماشي لابساها شي وحدة، فهمتونا البنات، يعني صور مباشرة، يعني شي حاجة زوينة. وبالنسبة لهاد الموديل هذا هو اللي خارج ودارج على الموضة، وطاي ستوندار، يعني اللي طايلي فيهم طاي ستوندار. بحال هكا لو كنتي كتشكي انه جدي قدك ولا ما تجيش قدك، حيت اللي طاي ستوندار على حسب، ولكن هي مع فصالة مخزانية. كنظن ان بزاف الناس كيلبسوا فصالة مخزانية، وخا تكوني ضعيفة كتلبسيها، وخا تكوني عامرة شوية كتلبسيها، لان كيكون فيها العرض، فهاد الشيء علاش اغلبيتهم كيكون فيهم طاي ستوندار. والجميل في الامر واروع حاجة البنات هو الثمن، الثمن ديال هذا الموديل هذا البنات ب 240 درهم، ثمن اللي جد جد مناسب، وما نظنش تلقوه في شي بلاصه اخرى، يعني انا متاكده الثمن اللي كنعطيكم البنات في هذا الموديل هذا ب 240 درهم، يعني هو موديل جديد ويلا خارجه. وبالخصوص هاد يعني تخرج وتشنيف كيف كتلاحظوا، يعني هو اللي خارج دابا، هذه في الكميمات وكذلك لتحت، والصدر ديالها كيجي سامبل، كتجي سفيفة بحال هكا نص طوق كيف كتلاحظوا، خدمة ديال المعلم. والتوب تان كيف قلت لكم توب، شي حاجة البنات زوينة، صبنو وعاودو ما تخافوش منه بصفة نهائية. فبغيت نشارك معكم كيف قلت لكم هاد الجلالب هادو باش تعرفوا الجديد وتعرفوا عليه كتر وكتر. ولا بغيتوا اي حاجه مرحبا بكم بجميع تساؤلاتكم، لكن عندكم غير سؤال مثلا وما جاوبتش لكم عليه هنايا او بغيتوا تعرفوا عليه كتر، ما عليكم الا تراسلوا بحال هكا مع البنات، راه كيقولوا لي كل شيء، او تكتبوها لي في التعليقات، يعني الاختيار كيبقى لكم. وكنتمنى البنات تزيدوا تدعموني باللايك وبالتشجيع ديالكم وبالاشتراك ديالكم وبالبارطاج مع الحباب ومع الصحاب ديالكم. كتزيدوا البنات كتشجعوني وكتعطوني الطاقه الايجابيه، وكنقول الناس يعني كاينين المتتبعات ديالي الغاليين على القلب ديالي، والله القسم كيتسناوني وكيتسناو انني نحط لهم الجديد، وانا دائما ما غاديش نبخل عليكم باي حاجه جديده واي حاجه كتكون زوينه كنبغي نشاركها معكم، والاثمنه مناسبة. والله البنات الا كنشوف شي اثمنه لا فعلا طالعين، يعني فرق كبير، ولكن كنبغي دائما نعطيكم واحد الثمن اللي كيكون مناسب اللي ينال الرضا ديالكم. وحتى الالوان اللي فيها يعني الوان رائعه كيف قلت لكم، يعني ضروري ما تلقاي اللون ديالك اللي كتعشقيه وكتبغي تلبسيه، ضروري ما تلقيه في هاد الجلالب. خصوص هاد الموديل جات سامبل وجات زوينه في نفس الوقت، وشي حاجه جديده، يعني شي حاجه اللي ما كايناش بزاف.
وهنا كاينه في اللون الاسود، اللون اللي كيعشقوه بزاف ديال الناس، زعما اللون اللي كيكون زوين بالخصوص في هاد الوقيته هادي. وغادي ندوزو لهاد الموديل، هادي جلابه توب مبره مخدومه بالسفيفه والعقاد ديال المعلمه، يعني خدمه ديال المعلم، ومطروزه في الصدر، خدمه نقيه كيف ديما وكيف ما معودكم دائما. قياسات اللي فيها، فيها ال اكس ال دوبل اكس ال، والثمن ديالها ب 260 درهم. الثمن ديال هاد الجلابه هذا البنات 260 درهم وفصله ايفازي. هادشي علاش، فيها لي طاي، يعني لي طاي اللي فيها كيف قلت لكم ال اكس ال دوبل اكس ال. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، ولا عجبكم ما تنسونيش من لايك من تشجيعكم ومن التعليق ديالكم الرائع والمحفز. ولا كنتو لي اول مره كتشاهدوا يعني هذا الفيديو او اول مره كتدخلوا لهذه القناه، ما تنسوش الاشتراك وفعلوا الجرس باش دائما تبقاو توصلوا بالجديد، وان شاء الله باذن الله ما غادي يكون غير الجديد والاثمنه المناسبه اللي كتنال اعجاب ديالكم والرضا ديالكم. وهذا ما كان البنات، خليت لكم الراحة والهنا، بسلام عليكم، تنطلقوا إن شاء الله مع فيديو جديد.